السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم طلاب قسم التخدير. محاضرتنا اليوم البليدنج تايم. المواد اللي نحتاجها كحول وقطن، لانسيت، فلتر بيبر والمؤقت. بداية عفوا ايد المريض، نفتح اللانسيت، شغلنا المؤقت على 30 ثانية، وقتنا بالفلتر بيبر، ننتظر 30 ثانية، بعد 30 ثانية شكرا. بعد 30 ثانية راح نوقف مرة ثانية. بعد 30 ثانية توقف النزف. هسه نحسب عدد المرات اللي طلع منهم الدم، 6 1 2 3 4 5 6 مرات لحد ما توقف نهائيا. راح نقسم 6 تقسيم 2، 6 على 2 3، و3 راح يكون ضمن الرنج الطبيعي. هنا نكون خلصنا محاضرتنا، اهلا وسهلا بكم.